لازم الجمهور يعرف الدوري له مهر. المهر يمكن ما قدم منه ربع للأهلي عشان أنت تنافس على الدوري. أصلاً إحنا على أساس تنافس على الدوري. لما تنافس على الدوري لازم يكون عندك كل المقومات إنك تنافس على الدوري. إحنا ما عندنا ولا أي شيء. الوضع جداً مأساوي بالنادي. خلينا نكون صريحين. يعني جمهورنا لازم يعرف. إحنا تعبنا صراحة. كل اللي قاعد يسويه مجهود لاعبين، مجهود مدرب.